بمناسبة اليوم العالمي للقهوة، خليني أعطيكم بعض المعلومات عن البن والقهوة. كل أنواع القهوة سواء عربي ولا أمريكي ولا تركي كلها تكون من نفس نوع البن، ولكن تختلف درجة التحميص، وكذلك طبعا تختلف طريقة تحضير القهوة. مثلا هاي طريقة تحضير القهوة الإثيوبية على الجمر. الإثيوبيين يحبوا يحمصوا البن ويطحنوه في كل مرة طازج، ويسووه في الإناء الفخاري هذا. أما بالنسبة للقهوة التركي فهي تكون بن مع هيل مطحون طحن ناعم جدا، هذه معروفة طبعا، ويتم تحضيرها بغليها في هذا الوعاء الستانلس ستيل على النار. أما الإسبريسو ومشتقاتها من القهوة الإيطالية فتتم عن طريق ضغط الماء على طبعا يفرق كتير متى حمصت البن ومتى طحنته، لذلك من الأفضل شراء ماكينة تطحن البن. وعيدة وخالد جننتوني.